هل يجبر الإنسان على تلهفه لسماع البرامج الدينية وعلى حرصه على ألا تفوته، وكذلك شراء الأسلحة وتسجيلها وتعاطيها؟ وهل يؤجر أيضا على ما وقع في قلبه من الراحة والطمأنينة والسعادة، وعلى ما يدل ذلك؟ جزاكم الله خيرا. كل هذه من علامات الخير، كون الإنسان يتطلع إلى سماع البرامج الدينية ويشتري الأسلحة الدينية ويحبها، كل ذلك دليل على إيمانه وعلى حرصه على الخير. هو يؤجر على ذلك، يؤجر على نيته الطيبة وعلى عمله الصالح وعلى اقتنائه للكتب النافعة والأشرطة المفيدة وتحريه لهذه البرامج وسماعها. كل هذا يدل على الخير وعلى الرغبة في الخير، ويؤجر عليه، يؤجر على نيته ويؤجر على عمله ويؤجر على ما يبذله في سبيل ذلك من الوقت والمال. جزاكم الله خيرا.